حاجة سهلة وبسيطة جدا لو عملتوها هتخليكوا ناس اسعد بكتير، واتفرجوا لغاية الاخر علشان عندي خبر حلو. انتوا كنتوا تعرفوا ان مخنا بيفرز اندورفينز اللي هي هرمونات السعادة لما بنساعد حد؟ اهتمامك بقضايا ناس تانية وانك تحاول تساعدهم بيقلل توترك في حياتك الشخصية وبيخليك تاخد قرارات احسن. يعني لما تساعد غيرك هتكون بتساعد نفسك في نفس ذات الوقت. طب لما تساهم في حل مشكلة كبيرة او في احداث تغيير ايجابي هتطير من السعادة. طب هل دي انانية ان انا اكون بساعد الناس عشان انا انبسط؟ الحقيقة ان مساعدة الناس والشعور اللي بيجيلك بعدها هيغيرك تماما، وهتكون بتبسطك مش لاسباب ليها علاقة بالهرمونات ولا تقليل التوتر، بس بجد عشان هتكون بتبسطك وهتخلي حاجة عندك اسمها empathy او عطف، انك تحس بغيرك بجد. طب احنا بنمر بايام صعبة شوية اليومين دول صح؟ انتوا عارفين ان ده المفروض يخلي عندنا عطف، يخلينا نحس بالناس اللي بتمر بايام صعبة زينا او بايام كمان اصعب بكتير. الحمد لله ربنا بعت لي فرصة مساعدة جامدة جدا وبعتني ليكم في الفيديو ده عشان تشاركوني الفرصة دي كمان. انا مسافرة لبنان في مارس ان شاء الله مع مؤسسة Human Appeal علشان ازور مخيمات اللاجئين هناك. المخيمات فيها سوريين وفلسطينيين والمساعدات بتوصل لمجموعة من اللبنانيين كمان، لان زي ما انتم عارفين لبنان حالتها اصلا بقت صعبة جدا. انا هكون موجودة هناك ان شاء الله كمتطوعة، هساهم في توزيع المساعدات هناك وفي دعم العائلات. خليني اوريكم منظر المخيمات هناك في الشتاء بيبقى عامل ازاي. برد، ثلج، والخيم مبلولة لدرجة ان البطاطين مش بيدفوا بيها نفسهم، لا بيحطوها على الارض عشان ما تدخلش المية. الاطفال حرفيا بترعشوا من البرد والامكانيات محدوده جدا. انا حسبتها ولقيت ان احنا لو قدرنا نجمع ما يوازي 10000 دولار هنقدر ان احنا ننقذ 70 عيله من البرد القاسي بتاع مخيمات اللاجئين في لبنان. هنجيب بالفلوس دي ايه؟ اساسيات الشتاء كلها من ملابس وبطاطين ودفايات واكل وغيرهم. لو ساعدتوني ننشر الفيديو ده هنقدر على الاقل نوصل ل 10000 مشاهده. لو كل واحد اتفرج على الفيديو دفع ما يوازي دولار، هو بقى بكام دلوقتي؟ قولوا 30 جنيه، لو كل واحد فينا دفع 30 جنيه بس كلنا هنقدر ننقذ 70 عيلة، مش 70 شخص، 70 عيلة. ادخلوا على الرابط اللي انا هشاركه معاكم وثقوا فيا وثقوا في مؤسسة Human Appeal، دي مش أول مرة اتعامل معاهم. وتعالوا نشوف كلنا هنحس بإيه إن شاء الله في مارس لما أروح بنفسي وأوريكم إن مساعدتكم وصلت. مساعدة اللاجئين هتغير حياتهم وكمان هتغير حياتك. شاركوا الفيديو ده على قد ما تقدروا، وشكرا مقدما على المساعدة. باي.